تعال نشوف الناس قالت ايه ونرجع نكمل كلامنا مع كابتن محمود صالح ضيفنا النهارده في السادسه. طبعا فوز 5-0 ده حاجه جميله جدا، بس برضه لازم نقف عند حاجه. ال 5-0 ده على فريق زي السودان المفروض ما ينسيناش النقاط الضعف والاخطاء، لان هنقابل الجزائر، هنقابل الجزائر. الجزائر دي تصنيفها قبلنا بكتير، يعني هي والمغرب ودول. فمفروض يعني رغم ان احنا فوزنا 5-0 المفروض نقف نشوف ايه الثغرات وايه نقاط الضعف. طبعا ما فيش فريق يخلو من هذا، يعني لان احنا هنقابل الجزائر. الجزائر ده يعني بصراحه يعني فريق قوي جدا، فان شاء الله ربنا يوفق يعني. انما طبعا حاجه جميله فوز 5-0 ولعب جميل واستمتعنا الحقيقه. يعني الماتش كان كويس جدا الحمد لله، نتيجه مشرفه جدا، وان شاء الله متفائل للماتش اللي جاي. مصر والجزائر حاسس ان الماتش بصراحه هيبقى ماتش صعب، بالذات ان الجزائر منتخب تقيل، بس لا ان شاء الله ربنا يوفقنا يعني، وحاسس ان احنا نقدر نعمل حاجه ان شاء الله. خير خاضعه للتوقعات، لان فرقتين هيلعبوا كوره، والجزائر فرقه قويه عنيفه لكن احنا قدها وان شاء الله. وفي صولات وجولات بيننا وبينهم، ما ينسوش طبعا ماتش مصر اقصت الجزائر ورحنا بدلهم كاس العالم، فهم مش هينسوا. فريق الجزائر هيختلف تماما عن فريق السودان في قوته في مهارته، فلازم ننزل بقوه ضاربه من اول الشوط من اول الماتش، ما يتكاسلش او يخليهم لغايه لما الفريق يعني يتعب وبعدين ينزله. مفروض من اول الماتش ينزلوا عشان يقدروا يحققوا اهداف في الشوط الاولاني يريحهم في الشوط الثاني. واتمنى طبعا للفريق المصري من كل قلبي التوفيق، وان شاء الله ان شاء الله المكسب الطيب الجميل باذن الله. ان شاء الله كسبانين، ان شاء الله فوز اكيد ان شاء الله. هو طبعا انا بتمنى طبعا مصر تكسب، وانا عارفه ان التيم بتاعنا رائع، بس برضو بخاف من الجزائر. يعني نكسب، احنا كويسين قوي، بس يعني ما فيش حاجه تخوفنا، يعني باذن الله كسبانين ان شاء الله. باذن الله هنكسبها ان شاء الله. احنا بيننا وبينهم دايما طار، ومش طار عدوان يعني ولا حاجه، بس ان شاء الله احنا دايما بنعمل معاهم ماتشات كويسه.